المهدي امير المؤمنين ماشي مع الحاشية بيصطادوا خارج بغداد، وبعدين نحاه فرسه بعيدا عن حاشيته فوجد خيمة اعرابي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاعرابي من غير ما يسأل راح دخل جاب بضع من رطب، ثلاث تمرات كده وكوب من اللبن. ضيف العربي زمان كان لا يسأل الضيف قبل 3 ايام لا عن اسمه ولا عن سبب مجيئه. احنا لو لقينا حد في الشارع انت مين ورايح فين وهتقعد ازاي، العربي كان وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الاخلاق. المهم بعد ما شرب امير المؤمنين قال له اتدري من انا؟ فالاعرابي قال له انا من جنود امير المؤمنين. يا الله انت من جنود. دخل جوه جاب له تمر ولبن اخر شرب. قال له اتدري من انا؟ قال له انت قلت لي انت عسكري جندي من امير. قال انا احد قواد امير المؤمنين. قال له مرحبا. خبر ابيض يطلع عم لواء ولا عميد ولا لا. دخل جوه جاب له ايه تمر ولبن اخر خد. بعد ما شرب قال له اتدري من انا؟ وبعدين في اليوم اللي ما يرجع قال تقول ان احد قوات امير. قال له انا امير المؤمنين. دخل الرجل جاب القربه كلها اللي فيها اللبن والصحن اللي فيه قال له خذ كي لا تدعي انك رسول الله. فيه سبحان الله طالع لفوق عسكري وسكتنا قائد وسكتنا امير المؤمنين كمان. طب وانت رايح على فين؟